بعض اجزاء من فيديوهات عماله بتصل وترد لينا موجوده على السوشيال ميديا كلها، احتفالات المصريين في نيويورك ونيوجيرسي ويعني مختلف الولايات هناك بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي او بمشاركته في مؤتمر الجمعيه العموميه للامم المتحده. نشوف مع بعض. أمامكم اليوم كواحد من أبناء مصر، مهد الحضارة الإنسانية. من هذا المنبر أستهل حديثي بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم الذي صنع التاريخ مرتين. مرة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. مرة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصن بوطنيته فثار ضد الإقصاء رافضا الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين. تحيا مصر وتحيا شعوب الأرض المحبة بالسلام.